بخطوات حذرة ومسرعة تسابق رقية مركبات الطريق السريع، وهي ممسكة بوالدها ليوصلها إلى مدرستها التي تقع على الجانب الآخر من طريق عمارة بغداد في منطقة نهر سعد شمال المدينة. رقية تخشى الذهاب إلى المدرسة وحدها خوفا من تعرضها لحادث مروري بسبب سرعة المركبات وغياب مناطق آمنة للعبور. احنا نريد جسر عالشارع وهاي، لان احنا نجي من الشارع تعبانين وهاي، وخافوا من الشق على عمون السيارات وما نقدر نعبر. وكل يوم احنا من نجي نتاخر على الدوام وشي، والمعلمين يقومون يصحون وهاي، يعني احنا نريد جسر عالشارع وهاي نمشي عالشارع، لان كل صارت ازدحامات وكل الناس قاعد تموت. احنا نريد في الجسر مشاهد عبور، لان عندنا احنا الطلاب تبعد كيلوين تقريبا، ومدارس وصغار، واحنا دائما ناخذهم احنا بدينا، زين احنا عندنا عمل وشغل وما قاعدين 24 ساعه. هذه المشكلة التي أرقت سكان منطقة نهر سعد وخرجوا للمطالبة بحلول لها في أكثر من تظاهرة، ما زالت تثير مخاوفهم جراء كثرة الحوادث المرورية، فيما عزى مراقبون توقف المشاريع الجديدة لتأخر إطلاق الموازنة الحالية خوفا من استغلالها لأغراض الدعاية الانتخابية. هذا الشارع سبب لنا حوادث عديدة، فقدنا أرواح، فقدنا شباب بعمر الزهور بهذا الشارع. تجي السواق بسرعة كلش سريعة، وإحنا اللي نعرف السياقة هي ذوق وفن وأخلاق، لكن هذه المنطقة اللي يجي السائق بها مع احترامه للبقية يمتاز بالسرعة، إحنا اللي نعرفه السائق للمنطقة السكنية يخفف من سرعته. قد يكون ربما في تأخر صرف الموازنات هو ربما الحيطة والحذر من قبل الحكومة، فيما لو استغلت هذه الأموال ونحن مقبلين على انتخابات مجالس المحافظات، لكن على الحكومة الاتحادية أنه اتخاذ إجراءات في سبيل وصول هذه الأموال المخصصة ضمن الموازنات الاستثمارية للمحافظة، لأن هناك نفقات كثيرة تحتاج إليها المحافظة، وبالتالي هذه الأموال هي لخدمة المواطنين. رقية وزملاؤها يناشدون بحل يحفظ لهم سلامتهم ويؤمن حقهم في التعليم، فالحوادث المرورية التي وقعت أجبرت الكثير من الأهالي على إبعاد أبنائهم من المدارس خوفا على حياتهم من الدهس. من ميسان، حيدر الساعدي، قناة دجلة.